الخير على كل مشاهدي قناة تان في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من صباح الورد. صباح الورد يا إيمان. صباح الورد يا مها، وصباح الخير على كل مشاهدينا. بنرحب بحضراتكم في حلقة النهاردة. إن شاء الله هنكون معاكم من دلوقتي ولغاية الساعة 11، معنا مجموعة من الفقرات اللي هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. النهاردة هنبتدي حلقتنا بجولة في أهم الأخبار، وهننتقل بعدها لجولة الصحافة. هيكون في قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. هيكون ضيفنا رامي جلال الكاتب الصحفي. الفقرة الثانية النهاردة هنتكلم فيها عن تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وإزاي ده ممكن يأثر عليهم، أيضا إزاي ممكن أن احنا نتجنب أضرارها. ضيفنا في الفقرة دي هيكون الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. بعد كده هنتكلم عن صفحة قدرت أن هي تحقق نجاح بشكل كبير، يمكن أكتر كمان من مواقع كتير إخبارية أو إلكترونية، وتحديدا الأخبار المتعلقة بالميديا والإعلام والقنوات الفضائية المصرية. هتكون ضيفتنا المسؤولة عن الصفحة دي دكتورة إنجي لطفي، مدرس مساعد في قسم الإعلام بجامعة حلوان ومؤسسة صفحة نشرة أخبار الميديا. وختام يومنا النهارده يكون بفقره غنائيه، دايما متعودين نقدم لحضراتكم المواهب المتميزه. النهارده معانا صوت جميل، هو المطرب محمد اكرم. قبل ما نروح لفقراتنا كالعاده هنبدا بمجموعه سريعه من الاخبار، ولو بدانا بالخبر المؤسف طبعا امبارح واللي اعلن عنه العقيد اركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، انه تم استهداف مطار العريش باحدى القذائف، وده طبعا للاسف ادى الى استشهاد ضابط واصابه اثنين اخرين واحداث تلفيات جزئيه باحدى الطائرات الهليكوبتر. المتحدث العسكري أكد أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتنشيط المنطقة المحيطة، ده أثناء زيارة القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش. طبعا بنحتسب شهيد الشرطة، بنحتسبه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وبنتمنى الشفاء للمصابين الاثنين. ولكن خلينا نقول أن ده منحنى جديد بدأت تغدو الحرب على الإرهاب. ما بقيناش بنستهدف أو ما بقيناش الإرهاب بيستهدف الدولة من خلال المؤسسات ورمزية المؤسسات، لكن كمان دلوقتي أضيف لده استهداف الأشخاص، استهداف الرموز. القائد العام وزير الداخلية كانوا في زيارة لهذا المطار اللي تم استهدافه، طبعا منحنى جديد ومنحنى خطير في الحرب على الإرهاب. ويمكن حصل قبل كده في اغتيال النائب العام، يعني برضو استهداف بالزبط. الشخصيات العامة والشخصيات البارزة، يعني ده برضو منحنى موجود، وما بصراحة يعني مش عارفين يعملوا إيه في نفسهم، يعني من ناحية سيناء شوية، من ناحية جوة المدن السكنية واستهداف المواطنين، ويعني ما في يعني مش عاتقين حد. يعني خلينا نقول إن إحنا في ظروف، فعلا إحنا في ظروف استثنائية. دي حرب حقيقية، ده حقيقي. بكل المعاني، بكل المقاييس، دي حرب حقيقية على الإرهاب. لو كانت في ميادين الحرب زي ما بيحصل في سيناء مثلا، أو بدأ يظهر في منطقة الواحات أو غيره، أو لو بنشوف أن استهداف برضو مناطق داخلية واستهداف مساجد مثلا، بالتالي هي حرب فعلا حقيقية بكل معاني الكلمة على الإرهاب. إن شاء الله ربنا ينصرنا فيه. ربنا ينصرنا. وزي ما ذكر رئيس الجمهورية أن مصر بتحارب لوحدها نيابة عن العالم الإرهاب، وطبعا احنا بنقول ان احنا دايما مستمرين في مرحلة البناء والبقاء. ننتقل بقى لمرحلة البناء والحياة لازم تستمر طبعا، والنهاردة بيرأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة. وبتتواصل الاجتماعات طبعا في ظل غياب المهندس شريف اسماعيل واللي بيستكمل رحله علاجه، نتمنى ليه الشفاء. الاجتماع الاسبوعي الاجتماع بتاع الاسبوع اللي فات كان وافق فيه المجلس على تعديل بعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات، ده فيما يخص انشاء كليه العلوم الطبيه التطبيقيه بجامعه الزقازيق، كمان انشاء كليه الحقوق بجامعه دمياط بهدف اضافه التخصصات المطلوبه وتقليل الاغتراب. من الأخبار كمان المهمة جدا النهاردة أن بيعقد الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء للحديث عن قانون التأمين الصحي الشامل.
المجلس مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلسته العامة يوم الاثنين اللي فات. ده يمكن القانون اللي استناه لفترة طويلة جدا وبيعول عليه كتير من الناس في ملف العلاج والأدوية وطبعا كل ما يخص صحة المواطن المصري. واحنا كمان طبعا كان في لقاء لنائب وكيل مجلس النواب امس، وكنا بنتكلم باستفاضة عن يعني آليات تنفيذ هذا القانون، ونتمنى طبعا ان هو ينفذ زي ما دايما بنقول. نظريا بيكون الموضوع سهل، ولكن يعني التحدي الاكبر في تطبيقه على ارض الواقع. ننتقل بقى للاخبار الرياضيه، ورياضيا بتستأنف النهارده مباريات الجوله ال14 من الدوري المصري الاسيوطي. هيبدا مباريات النهارده ضد وادي دجله، اما الساعه 5 هتكون مباراه الزمالك والاتحاد. الزمالك في المركز السادس برصيد 19 نقطه وبيقدم واحد من أسوأ مواسمه، أما فريق الاتحاد في المركز الرابع عشر وعنده 13 نقطة. هتختتم مباريات النهاردة الساعة 8 مساء بمواجهة قوية ما بين الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة في مواجهة سموحة صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة. الحقيقة واضح أن الدوري السنة دي بدأت تظهر فيه أندية ما كانتش بتتصدر مثلا الدوري اللي فات زي المقاولين دلوقتي بدأ ياخد مركز متقدم. الزمالك في المركز السادس، الحقيقه مفاجاه من العيار الثقيل ان الزمالك يصل للمركز السادس، هذا التاخر بشكل كبير. وادي دجله في المركز قبل الاخير. كابتن يعني عبد الباقي ايه رايك في اداء الزمالك؟ يعني ما يرضيك كده؟ يرضيك ان احنا كنا دايما يرضيك انت يا مها انت زملكاويه يرضيك انت الكلام ده؟ يعني انا انت كجمهور الزمالك كلميني عن شعورك. سنظل اوفياء، يعني ما لهاش حل بصراحه. لسه صامده؟ هنعمل ايه؟ طيب نروح بقى لاخبار المرور. هنروح بقى للمرور واخبار الشوارع في القاهره والجيزه مع تطبيق بيقول لك ايه اللي هيعرفنا الحلقه المروريه في شوارع القاهره والجيزه. زي ما قلنا هيكون طبعا على مدار الساعتين في ابديت كل 10 دقائق، تطبيق بيقول لك هو حصري لقناه تان وصباح الورد. تعالوا نبدا مع بعض دلوقتي نشوف اخبار الطرق عامله ازاي. وكوبري اكتوبر زي ما حضراتكم شايفين معانا من مدينه نصر المهندسين معظمه شغال ما عدا من الدمرداش لغمره ما بيتحركش. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر معظمه صعب ما عدا من شارع العجوزه لرمسيس لطيف. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه سالك ما عدا من المهندسين لساقيه الصاوي متوقف. وكوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين لطيف. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه كويس ما عدا من كوبري الجلاء لبانوراما حرب اكتوبر ما بيمشيش. وصلاح سالم في الاتجاه الاخر من الكورنيش للمطار معظمه مش بطال ما عدا من كورنيش النيل للقلعه بطيء جدا. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه شغال ما عدا من اركان الهايبر ما بيتحركش. والمحور من المهندسين لزايد كمان كويس. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على احوال المرور نشوف دلوقتي بيان بدرجات الحراره المتوقعه النهارده. نطلع لفاصل بعدها ونرجع لكم مره ثانيه مع فقره الصحافه. Thank you.
يا صباح الورد. كل مجموعة من المجموعات الشلالية واصحابي اللي موجودين في مصر دلوقتي بيبقى جواهم مع بعض كده كوكتيل، واحد طيب، واحد شرير، واحد كويس، واحد مش كويس. النهاردة نزلنا سألنا كل الناس اللي قابلناهم عن صاحبك الشرير، صاحبك اللي يطلق عليه لفظ الشيطان. تعالوا نشوف. مين اللي يتقال عليه الشيطان في الشلة؟ مفيش الصراحة، كلهم ملايكة؟ الشيطان دماغها سم. هي دماغها سم. اقول له هدي نفسك شاي عشان تدخل الجنه يا رب. هما شياطين كتير وشلتنا احنا في كتير. واحد صديق ليا اسمه فؤاد. فؤاد بيعمل ايه فؤاد؟ كل حاجه، كله حياه لطيفه كده وانت لوحدك كده، مش لازم يبقى عندك اصحاب كتير يعني، خصوصا ان الناس بقت مؤذيه قوي دلوقتي. سلام قول من ربنا رحيم. اكتر حد في شله قال عليه الشيطان بمنتهى الصراحه انا. لا مفيش اكتر من مستر محمد. مستر محمد امين؟ هو ده. هو ده مش امين؟ لا يسري. منى. منى جاهزه؟ لو شبه كده هتموتني. لا لا ما تلاقيش، الشيطان ما بيموتش حد. اوكي. منى بتعمل ايه بقى؟ تضربنا، تشتمنا، وفرده شخصيتها علينا، وقويه، ومامتها تضربنا بالشبشب. ده منار. منار الشيطانه بتاعتكم؟ بتعمل ايه منار؟ بلاش اقول. ريتاج صاحبتي بصراحه. اسمها مين؟ ريتاج. ريتاج شيطانه؟ هي مش شيطانه، هي ابليس. كلهم ملائكه؟ كلهم بجد والله؟ حبش غير ملائكه. الله اكبر. شيطان في شلتنا هنا انا وابراهيم. والله انا. انت الشيطان؟ فيش يعني، عصبيه جدا، تقعد تهزق، تقعد تعمل افكار مجنونه. بما ان مريم شايفانا دلوقتي تقولي لها ايه؟ بحبك. مش عارف، مفيش حد شيطان يعني، الحمد لله الشله كلها ملايكه. حلوين. ايوه مش حاجه، مقالب يعني وكده يعني، في سكشن الساعه 8 الصبح انزلي وانزل ما لاقيش حاجه. ممكن يعمل لك مقالب ممكن انت ما تتخيلهاش، انت تبقى قاعد مثلا كده يولع لك نار. يقول على الشيطان هاجر اكيد. يعني الشيطان معاك على التليفون؟ الشيطان معايا على التليفون. ممكن واحده صاحبتي اسمها ايه. ايه تعمل ايه بقى؟ دي تقول لك لا ما تحضرش، احنا نروح الكافيتيريا على طول نجيب اكل ونشرب وكده. هو الشيطان والله. هو الشيطان؟ والله هو الشيطان. ده انت ده مصيبه في كل حته. بيعمل ايه؟ يعني بص، تلاقيه مثلا بيطلع لك في الشات، الفيس، الواتس، بيكلمك نلعب اي مواقف فيديو، اي حاجه. نيجي مثلا نخش الكليه، تعال نروح ناكل مش عارف ايه، تعال نتصور، تعال نجري. كلهم شياطين؟ لو قاعد في وسطيهم عشان زيه انا. انت الشيطان بتاع الشله؟ بتعملي فيهم ايه؟ لا بعمل فيهم حاجات كتير طبعا. ربنا يهديك. صباح الفل. صباح الخير. صباح القشطه يا باشا. بالله عليك يا عز. صباح العسل. صباح الفل. صباح النور. صباح الفل عليك. صباح القشطه. صباح الفل. صباح الجمال. ثانك يو. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. فيها الخبر ده، لي موقف طريف هحكيه حالا. وانا باخد خبر توقيع الاعلامي مفيد فوزي مع قناه العاصمه، المصدر بلغني باللقطه وقال لي كمان ساعات في بيان، فالحق انزلي باللقطه بحيث لما البيان يطلع تاكيدا لانفراد الايه نشر تعاقد. يومها انا كلمت صديقه استاذه حنان مفيد فوزي. حبيبتي جميله. كلمتها ببارك لها، صديقتي جدا حبيبتي، هي ووالدها استاذي بصراحه، ببارك لها. فبتقول لي ايه ده، حصل امتى وازاي يا انجي؟ انا حاسه ان انت اللي بنت مفيد فوزي مش انا. هي نفسها ما عندهاش الخبر. ايوه. فدايما حتى دايما في تعليقاتها على الصفحه بتقول لي انت رويترز الفضائيات والمنطقه. ده حقيقي. فده من المواقف الطريفه على خبر الاستاذ مفيد فوزي. استاذنا طبعا.